واجسمه. ما انت اللي ما بتحرمش، كل مره تروح البرج النحس ده ترجع منه متدشدش وبرضه بتروحوا تاني. مساله تحدي يا رجاء، تحدي. انا لو وقفت في نص المشوار يبقى ما استاهلش الثقه اللي منعوها لي الاولاد. يا حبيبي انت مش محتاج ثقه، انت محتاج مجبراتي. انا اللي حاسس في نفسي يا رجاء،
اللي الاولاد جريوا جريوا اول ما شافوا العفاريت. ما اللي عايزهم ايه؟ يستنوا ياخدوا الحصه مع العفاريت؟ لا، ياخدوني في ايديهم وهم بيجروا، يعني مكان دخلناه سوا نخرج منه سوا. حصل خير يا مخلص. من بكره بقى يا حبيبي تدور على حته تانية تدي فيها الدروس بتاعتك، وبالمره حته ثالثه عشان نتجوز فيها يعني. شوف يا رجاء، المساله دلوقتي ما بقتش مساله دروس. في ايه تاني؟ ما بقتش مساله جواز، لا، المساله اكبر من هذا بكثير. في ايه تاني يا مخلص؟ المساله مساله تحدي. شوفي، احنا لما رحنا الشقه في البرج على غفله العفاريت ما طلعت لناش، انما لما رحنا بموعد مسبق طلعت لنا العفاريت. اكيد كانوا مسافرين. لا ارجوكي ارجوكي، لا داعي للسخريه، ده مش وقت هزار، ده يا رجاء مش وقت هزار. الحكاية فيها سر وأنا لازم أكتشفه. تعالي نشوف في إيه. في إيه فين؟ في برج العفاريت طبعا، ما هو ده ميدان المعركة. لا يا حبيبي، أنا هقعد أستناك هنا وأنت تروح ميدان المعركة، على الأقل يعني يبقى في حد يشيل التاني. اخص عليكي يا رجاء. إيه؟ اخص عليكي. أنت لو تخليتي عني في الموقف ده، في المحنة اللي أنا فيها دي، يبقى انت ما تستهليش. انت اللي ما تستاهلش. مش كفايه سايبني كده متشعلقه، لا متجوزه ولا مطلقه؟ اطمني يا رجاء، اطمني. انا قلبي حاسس ان ربنا هيكرمنا وهنستأنف دخلتنا في نفس الليله اللي هنكتشف فيها سر العفاريت. أموره الجميل حبيبي، لو شاطر تقول لي انا جايب لك ايه. بيتزا. برافو عليك، هي دي. انا عارف ان هي دي الحاجه اللي انت بتحبها. قصدك اللي انت بتحبها. ماشي يا سيدي، حاضر. يلا 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 عشان ناكل. بقينا بناكل بيتزا فطار وغدا وعشاء، ليه ما نفتحش مطعم بيتزا لحسابنا؟ ماشي، فكره مش بطاله. يلا اتريق انت الاخر. على يهمك، ان شاء الله على الصيف. ايه الكتاب ده؟ انت بتقرا روايات عاطفيه؟ مش حضرتك قلت لي ما تتفرجش على التلفزيون بالليل؟ طب وايه؟ اشمعنى الروايه دي بالذات يعني؟ اصل البطل بتاعها واحد من جيل. واحد من ايه؟ جيلك؟ ايوه، في اولى سنه، يعني اكبر مني بحاجه بسيطه. غريبه قوي الروايه دي. وغريبه ليه؟ هما الولاد اللي في سني ما عرفوش يحبوا؟ طب تسمح لي يعني بعد اذنك انا اخد الكتاب ده؟ ليه؟ هو انا باخد الكتب بتاعتك؟ لا مش القصد، بس الروايه دي ملهاش علاقه باللي في سنك. اللي في سنك ما يقروش روايه زي دي. انا هطلق ميرفت. تبقى اتجننت. انا فعلا اتجننت لما اتجوزتها، او بمعنى اصح ساعه ما فكرت اني اتجوزها. اسمع يا حسن، صحيح انا محتاجه لك زي ما انت محتاج لي، لكن لا يمكن اسمح لنفسي اكون خربت بيوت. وهي فين البيوت دي؟ ده انا بشوفها مرتين كل اسبوع، وفي المرتين بتبقى رايحه في سابع نومه. حتى لو في عاشر نومه انا مرضاش اكون سبب طلاقك منها. الناس هتقول عليكوا ايه؟ ده انتوا ما كملتوش كام شهر مع بعض. هيقولوا اني واقع في حفره وحضرتك نزلت حبل وطلعتيني. انا خايفه اقع معاك في نفس الحفره. هتبقى اجمل حفره في الدنيا. مش وقت شعر يا حسن. مش شعر ولا حاجه، انا فعلا قاصد اللي بقوله. بدل ما أسيب حفرة ميربط وأطلع عليك، تنزلي أنت معايا في نفس الحفرة. يعني إيه؟ مش فاهمة. يعني بدل ما طلقها أتجوزك عليه. يعني عايزني أكون ضرة؟ مش أحسن ما تكوني خربت بيوت زي ما بتقولي؟ أنت عارف لو مراتك عرفت حاجة زي كده ممكن تعمل فينا إيه؟ هتعمل إيه يعني أكتر من اللي هي عاملاه؟ وبعدين هتعرف من إيه؟ وبعدين قال الباتش أهو اللي هي معلماني بيه. ها؟ برضه ممكن تشم خبر. هتشم منين وهي اصلا بتسافر 8 ايام في الاسبوع؟ بقول لك ايه، انا هتجوزك عليها، ولو عرفت تبقى تطلب الخلع، وساعتها هتتنازل عن كل حاجه، وخصوصا الشرط الجزائي اللي هي زلاني بيه. بقول لك ايه،
تعرفي مأذون فاتح دلوقتي؟ في حد فيكم قال لأهله إن إحنا خدنا حصة في برج العفاريت وما طلع لناش عفاريت؟ لا يا أستاذ، ما حدش قال حاجة. وإنت بتتكلم ليه؟ حد وجه لك سؤال؟ إنت بتتكلم بالنيابة عن زمايلك؟ عشان هم أصحابي وأنا عارفهم. وأنا عارفك كمان كويس يا فرغلي، إنت ما بتبلش وبقك فولة. عيب يا أستاذ، وأنا برضو هفتن عليك. إيه جرى يا فرغلي؟ ده إنت بتفتن على والدك. ما تلخص بقى يا عم فرغلي بقى واتكلم. اعترف بقى يا عم، خلينا نروح. شوف يا فرغلي، اذا كنت غلطت وقلت لحد ان العفاريت ما ظهرت لناش، فما تغلطش تاني وتنكر انك قلت. عارف ليه يا فرغلي؟ لان المعلومه دي مهمه جدا بالنسبه لي. مهمه ازاي يعني يا استاذ مخلص؟ المعلومه دي بتاكد ان فعلا في عفاريت جوه البرج. لا مفيش عفاريت ولا حاجه، وانا هفهمكم على الموضوع ده بعدين لما فرغلي يقول هو قال ايه لوالده. غريبه، وش عرفك اني قلت لوالدي؟ اديك وقعت بلسانك يا فرغلي. فرغلي فرغلي، اعترف لاستاذ مخلص بكل التفاصيل. انا بس كنت عاوز افرحه عشان ما يقولش ان البرج بتاعنا فيه عفاريت. اهو انت كده فرحتني انا دلوقتي يا فرغلي. فرحه ما تمت، ما احنا رحنا بعد كام يوم والعفاريت اتنططت في وشنا. لا ما هو دلوقتي كل شيء اتكشف وبان. ما هو فرغلي قال لعطوه بيه، عطوه بيه ضروري قال لواحد، الواحد ده بقى هو اللي ورا ملعوب العفاريت، بدليل ان احنا لما رحنا خدنا اول حصه على سهوه ومحدش واخد باله ما ظهر لناش عفاريت، لكن العفاريت ظهرت في المره الثانيه بعد ما عطوه بيه خد خبر. فعلا تحليل في منتهى الذكاء. طب يلا بينا بقى علشان نروح ناخد حصتنا في برج العفاريت. لا بلاش انا يا استاذ مخلص. ليه بقى؟ هلا مش الملعوب اتكشف؟ احنا لسه ما اكتشفناش اي حاجه. الله، انتوا مش قلتوا ان انتوا اقتنعتوا بالتحليل بتاعي؟ احنا اقتنعنا بدماغنا، لكن بصراحه ما اقتنعناش بعينينا. يعني لازم نعرف الاول من اونكل عطو هو قال السر لمين عشان نقدر نوصل للحقيقه. معاكوا حق، وان شاء الله هنوصل للحقيقه. اتفضل عمر بيه. اهلا وسهلا يا ميت. اهلا وسهلا، اتفضل سيادتك فن. اتفضل يا فندم. يا اهلا يا اهلا يا اهلا، نقعد بقى كده مع بعض زي اتنين كبار وتحكي لي كل اللي في قلبك. ليه احكي لك كل اللي في قلبي؟ يعني زي اي صاحب مع صاحبه. هو احنا صحاب؟ يا سيدي اعتبرنا صحاب بقى من دلوقتي، مش مشكله يعني. واحكي لي كل اللي انت بتحس بيه، يعني تقول لي مثلا حكايه الورد، حكايه الشوكولاته، الروايات العاطفيه، كل المسائل اللي بالك فيها دي. قولي وانت بتحب، انت يا سيد بتحب؟ ايوه. برافو برافو عليك. برافو عليا علشان بحب؟ لا يعني برافو عليك عشان انت ما خبيتش عليا. يعني هتساعدني؟ ايوه بس انا اساعدك في حاجه زي كده ازاي يعني؟ انت مش بتقول ان احنا اصحاب؟ ايوه مظبوط. انت قصدك يعني اقول لك تتصرف ازاي، ودي اول حاله حب بتمر بيها في حياتك. ومين قال لك اللي هي اول حاله حب في حياتي؟ يا واد يا جامد انت، ما شاء الله ما شاء الله. طب يا ابني انا ازاي هساعدك يا خبير العواطف انت في حاجه زي كده؟ عايزك تروح تقول لها ان انا بحبها يا بابا. ايوه بس قولي الاول هي مين دي. مش هقدر اقول لك غير لما توعدني انك هتقول لها. لا معلش ما تاخذنيش بقى في دي، ما ينفعش. دي الحاجه الوحيده في الدنيا اللي ما ينفعش حد ينوب عن حد فيها. لازم اللي بيحب حد يعترف بحبه للي بيحبه. اصلي ما جربتش قبل كده. انت مش قلتلي ان انت حبيت كتير؟ ايوه بس ما اعترفتش ولا مره. طب انت حسيت انها بتحبك؟ ايوه. طب ازاي حسيت بكده؟ بتحب تقعد معايا وكمان بتجيب لي هدايا، وانا كمان بجيب لها، بس هي اللي بتجيب هدايا الاول. وهي
هي دي معاك في المدرسة؟ لا. طب مش تقولي هي مين عشان أنا أقدر أساعدك؟ هقولك بس بعد ما أقولها هي الأول. عن إذنك يا بابا. تفضل. تفضل. معقولة؟ معقولة طفل في سنة أولى ابتدائي يحب ويتكلم بالشكل ده؟ ده أنا ما عرفتش كلمة حب دي إلا وأنا في كلية الطب، وما قلتهاش إلا للي أنا طلبتها للجواز. الله، معقولة؟ يا ترى الجيل ده واعي أكتر مننا، ولا احنا اللي متخلفين؟ أرجوك يا عطوة بيه، أنا عايزك تركز معايا كويس. أنت قلت لمين إن احنا خدنا حصة في الشقة اللي في البرج؟ وش عرفك إنني قلت لحد؟ لا، ما هو أنت لازم تكون قلت لحد، والحد ده هو اللي بوظ لنا الحصة التانية. هي الحصة التانية باظت؟ أيوة، العفاريت طلعت لنا. هي العفاريت طلعت لكم تاني؟ هي مش عفاريت ولا حاجة، لا، أنا واثق إن ده ملعوب من حد شرير. وجات لك منين الثقة دي كلها؟ قول لي بس أنت قلت لمين وأنا أقول لك جات لي منين الثقة دي. أنا قلت لبسيون الحدق. بس يبقى هو بسيون الحدق. أيوة، بسيون الحدق هو اللي حب يخوفنا علشان ما ياخدوش الأولاد المجموعة. وش عرفك ان هو عمل الملعوب ده؟ لا، هو اكيد اللي عمل الملعوب ده. عن اذنك. رايح فين؟ رايح اواجهه بالحقيقه واقول له ان انا كشفت ملعوبه. طب استنى بس. استنى ايه؟ هو انت قلت لحد تاني؟ ايوه، قلت لاخويا عبد الظاهر. ايه ده؟ ليه كده يا عطوه بيه؟ إيه؟ في حد يقول لاخوه عبد الظاهر؟ انت عارفه؟ لا. امال مالك محموق كده؟ اصل ما حدش يقول لاخوه وعبد الظاهر بالذات. عبد الظاهر سافر المغرب. طيب يبقى خلاص، هو اللي عملها العصر قبل ما يسافر. بقولك راح المغرب. ايوه خلاص، يبقى هو عملها العصر. المغرب دي بلد يا مخلص. ايوه بلد، صح صح، بلد احنا خدناها في الجغرافيا. صح. ايوه. طب هو يبقى عملها برضو قبل ما يسافر؟ لا ما يقدرش، لان هو شريكي في موضوع البرج ده. الارض دي ورثينها عن المرحومة منى. يبقى هو بقى حب يلعب الملعوب ده علشان انت تهد البرج وهو يستولي على الارض. لا ما يلحقش، لان انا قلت له هو في المطار. قلت له هو في المطار. طيب افتكر كويس كده، انت قلت لحد تاني؟ ايوه، قلت للسواق بتاعي. بس إيه؟ يبقى السواق بتاعك عميل. عميل؟ عميل يعني ايه؟ عميل مزدوج بيشتغل مع المنزلاوي، هو اللي بلغه يقوم انت تهد البرج والمنزلاوي يشتريه برخص التراب. يلا بينا نروح. استنى. نروح احنا للسواق ده دلوقتي. استنى بيته. استنى، هنظبطه متلبس وهو بياخد تمن خيانته من المنزلاوي. لا لا، استبعدها استبعدها خالص. ده السواق ده معاه بقاله 22 سنه ولا يعملش حاجات من دي. الله، طب يعني تكونش قلت لحد تاني كمان؟ ايوه قلت. طب قول لي مين هو. ايه هقول لك اهو. لا ركز ارجوك. ما انا هركز اهو. اصلها مساله حياه او موت، ارجوك قول قلت لمين. اديني فرصه بس وانا اقول لك. طيب طيب، على مهلك، براحتك، ما تضغطش عليا. مش بضغط اهو، على مهلك وافتكر بالراحه قلت لمين. قلت اللي بتاع البليله. قلت بتاع البليله؟ ايوه. انا غلطان ان انا جيت اتكلمت معاك. عن اذنك. رايح فين؟ استنى، ماني ما قلتلكش على الناس اللي انا قلتلهم التانيين. مش عن اذنك. الله 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 الله، هو ماله زعل كده ليه؟ انا عملت حاجه غلط. تعالي تعالي. ها خلاص افتح؟ لا لسه. ليه بس؟ في ايه؟ اصل انا مش عايزك تعرفي احنا رايحين فين. وهعرف منين؟ هو المكان ده احنا جينا له قبل كده؟ لا ابدا، بس الشخص اللي احنا هنروح له دلوقتي معلق يافطه حلوه قوي على باب شقته. فتحي بقى وبصي كده. بصي ايه ده؟ مأذون. ايه رايك بقى؟
حسن ايه بقى استنى في بس ايه؟ يا حسن يا حسن استنى يا استنى ايه بس تعالي بقى بلاش التقل ده بقى دي هتبقى ليله كده تعالي انا حاسس يا استاذ اني شفت حضرتك قبل كده انت لحقت تنساني يا مولانا انا كنت عندك هنا من 3 شهور لا حول ولا قوه الا بالله متجوز من 3 شهور وجاي تطلق دلوقتي وانا مكتب طيران وحضرتك حاجز ذهاب وعوده لا يا مولانا انا جاي احجز تذكره ذهاب تانية يعني ايه يعني هتجوز لي تاني مره سبحان الله سبحان الله اول مره في حياتي اشوف واحد بينتحر مرتين في 3 اشهر معلش اصل السكينه اللي انا انتحرت بيها المره اللي فاتت كانت تلمة شويه بس 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 افتكرت مش انت مراتك بتاعت الشهر العقاري والشرط الجزائي الحمد لله انك افتكرتها وحنسها ازاي بس ده العقد بتاعها في مكتبي وكل العرايس اللي بيجوني لازم يتفرجوا عليه الاول يعني انت بتجوز الناس بنفس الطريقه اللي اخترعتها ميرفت مراتي من ساعتها وانا ما جوزتش حد خالص لان العريس بيتخانق مع العروسه بسبب الشرط اللي هي عايزه تعمله الله اكبر بركاتك يا ميرفت وقفت حال العرايس في البلد كلها بقول لك ايه يا مولانا احنا ملناش دعوه بالعقد ده احنا هنتجوز بالطريقه التقليديه بقول لك ايه يا حسن احنا لازم نفكر مره تانية ما هو احنا لو فكرنا مش هنوصل للنتيجه قول لي يا عريس فين موافقة العروس الأولى على زواجك من العروس الثانية؟ موافقة؟ أنت برضو بتسمع كلام ميرفت؟ ده مش كلام ميرفت ده كلام القانون والقانون ما يعرفش ميرفت خلاص يا حسن خليها مرة تانية مرة تانية إيه بس يا نسمة؟ وأنا عزمك على 1 ليمون بس يا حسن اسمع يا مولانا ما ينفعش يعني نتجوز دلوقتي واجيب لك الموافقه بعدين لا يجوز لازم موافقه الزوجه الاولى ويفضل تيجي بنفسها وتديني الموافقه وتمضي عليها قدامي كمان بقول لك ايه ما تخليها تبقى شاهده على جوازنا بالمره المأذون مصمم اني اجيب له موافقه ميرفت على جوازي من نسمه تفتكر يعني هتوافق يا راجل حرام عليك هو في زوجة في الدنيا هتقبل انك انت تتجوز عليها ميرفت لسه عروسة جديدة ايوه ما انا هفهمها ان جوازي من نسمة هيكون مؤقتا لغاية ما تفضلي عايز الصراحة انا مش فاهم انت جايب الكلام الغريب ده منين والله ما انا فاهم اي حاجة يا كمال انا بقيت متلخبط على الاخر انا كمان مش قادر اصدق بقى بعد الحب الكبير اللي انت حبيته لميرفت جاي النهاردة وعايز تتخلص منها أصلنا لما حبيت ميرفت حبيتها بقلبي بس هي حبيتني بعقلها عشان كده عايز تتجوز عليها وماله يا كمال إذا كان قلبي جابلي الكافية طب ريلاكس اشرح لي كل اللي جواك ايه اللي انت بتقوله ده يا كمال انا بحاول اهديك بحاول اعالجك هو انا مريض نفسيا يا كمال لا 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 انت مش مريض نفسيا بس بعد اللي انت قلته ده من المؤكد ان عندك حاله جنون مطبق بقولك يا رشا ها احنا شكلنا كده يا حبيبتي هنسقط في المادة دي هي المادة دي وبس
شكلها هنسقط في كل المواد، ربنا يستر. الحقي يا قمر، براد الشاي واقع على الارض. الهي ربنا يهدك، انا الحق عليا خليتك تعمله لوحدك. مش تخلي بالك يا عمر، اقعد معلش. على فكره انا وقعت البراد مخصوص عشان قمر تخرج واعرف اتكلم معاكي لوحدنا. ليه؟ في موضوع لازم اقولهولك. موضوع ايه؟ توعديني بسر بينا؟ حاضر يا سيدي، اوعدك. طب نتقابل فين عشان نتكلم؟ نتقابل فين ليه؟ ما تتكلم يا عمر على طول. رشا انا بحبك. انت زعلتي؟ لا ما زعلتش، بس انا كمان بحبك زي اخويا الصغير يا عمر. انا مش صغير ومش اخوكي. تقصد ايه؟ اقصد اني بحب اشوفك واتكلم معاك، وبتوحشيني قوي قوي اما بتطلعي فوق، ولو فضلت احبك لغايه ما اكبر ممكن اتجوزك. تتجوزني؟ ايوه، انا سالت وعرفت ان الراجل ممكن يتجوز واحده ست اكبر منه شويه. وكان انا بيقول لك ليبر يا كليبر يا كليبر. رجا بابا؟ لا ماما. ايوه بابا. مالك في ايه؟ مفيش يا بابا. لا في ده انت عن بتكلمي نفسك. اصلي مش مصدقه ان ده ممكن يحصل. وايه هو بقى اللي مش مصدقاه عشان يحصل او ما يحصلش؟ من انا قلت لك مش هتصدق مش هتصدق. لا قولي لي وانا كنت اصدق او ما اصدقش على راي المثل، تصدق او لا تصدق. صمت علينا لا مؤاخذه، انا برنت عليكي في الشقه ما لقيتكيش. انت كنت فين؟ كنت عند امل في شقتها. امل في شقتها. وايه انت يا رشا، ايه اللي حصل عند امل في شقتها؟ مش قادره اقول لك يا بابا، مش قادره. مش قادره اقول لك يا بابا. ابوس رجلك يا بنتي، قولي لي. حد اذاكي؟ حد قال لك حاجه ضايقتك؟ انت اتكلمي. هو اشرف جاي لك يا اشرف الكلب. مش اشرف؟ يبقى الدكتور صاحب الشرف والفضيله جاي لك يا دكتور كمان. ولا الدكتور كمان يا بابا. يا سناتين، راجل الكبار ابو نضاره، الحاج عبد المنعم. الحاج عبد المنعم ماشي يا نعناع، جاي لك يا نعناع. ولا ده يا بابا، مش هو. امال مين؟ انطقي لا يقتلك. ازاي؟ عمر هو اللي عمل كده. عمر المفوزة؟ ايوه. مش ممكن، مستحيل. شفت اديك بتقول زي اهو. انت يا رشا لا تلج. وتقتلنا انا ليه؟ انا ماليش ذنب في اللي هو عمله، انا الضحية يا بابا، انا الضحية. ضحية. يخرب بيتك يا فريد يا علام. فين السكاكين؟ فين السواتير؟ فين المسدس بتاع جدي الباشا الغفير؟ فين؟ جوه في الكومودينو. حاضر، مش عايز مسدس، مش هستخدم مسدس، هستخدم ايدي عشان افش غلي. عايز اتلذذ وهو بيموت، عايز اسمع منه اي اي. ايوه يا بابا. بس قبل ما انزل وارتكب الجريمة اعتبريني يا رجاء صديق لكي، وقولي لي الحقيقة. انت لما نزلت ضحكتي يا بنتي، خبطتي على الباب،
ولا رنيت الجرس؟ رنيت الجرس يا مزار، انت يا مزار رنيت الجرس. سامحني يا بابا، سامحني. وكمان سامحني الدغري قلبي. تصور ان حضرتك بقى ابن حلال قوي، انا كنت لسه بفكر ان انا افوت عليك. هتفوت عليا ليه؟ عشان نقعد نذاكر مع بعض ولا عشان تطلب ايد بنتي رشا؟ ايه، اطلب ايد رشا بنتك لمين؟ لابنك، للمعروس ابنك اشرف. اشرف مين؟ ان سي عمر. عمر؟ عمر ده عمل ايه؟ ايه اللي قد كده بيحب بنتي وطلب ايدها للجواز؟ مش معقول ابدا الكلام ده. بس يا استاذ فريد، اكيد الولد كان بيهزر معاها. لا مش معقول، بقى معقول وحصل. لا حول ولا قوه الا بالله. معلش يا استاذ فريد، حقك عليا وانا اسف. انا لازم اقعد مع الولد ده وافهمه كويس ازاي حاجه زي كده تحصل. بس هتقعد مع الولد وتفهم منه اللي حصل بس؟ طب امال بس سيادتك عايزني اعمل ايه يا استاذ فريد؟ انت ما تعملش، انا اللي هعمل قرار مقاطعه. لا بنتك تيجي عند بنتي تذاكر ولا بنتي تيجي عند بنتك تذاكر. ومش كده وبس، هسيب لك العماره، حاسب لك المنطقة، حاسب لك المحافظة كلها يا دكتور. الله 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 الله، لا ده 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 كتير يا أستاذ فريد، مش معقول يا سيدي. أنت مكبر الحكاية قوي، عايزك تكبر مخك شوية. أمال ده عيل صغير لسه ما طلعش من البيضة يعني، وأكيد زي ما قلت لك أكيد كان بيهزر مع المحروسة. مش بيهزر، أن ابنك بيتكلم جد. لما هو ما طلعش من البيضة وعمل كده، أمال إن شاء الله لما يطلع من البيضة هيعمل ايه؟ انا بس عايزك تهدي خلقك شويه لحسن القولون هيضرب. ضرب، واللي مخبي عليك ضرب ضرب ضرب. معقوله الواد عمر عايز يتجوز؟ طب مش لما اتجوز انا الاول؟ يا جماعة مش كده، هو انا جايبكم هنا عشان تتخانقوا؟ انت اللي شجعت عمر على كده. انا سألت صديقي طبيب النفس الكبير، قال لي يا سيدي هدي، ده طفل صغير، دعبه وعلمه ان الحب ده شيء لطيف حلو كويس ومش عيب. ايوة بس انا ما كنتش اعرف انه هيحب واحدة اكبر منه بثمان سنين. ايوة انا اعرف منين يا دكتور حسن؟ ما انت كنت ما تسيبوش بقى لما تعرف انه عمل العملة دي. اقعد معاه اسأله وقول له يا عمر انت بتحب مين؟ يا ست سألته ومرضيش يجاوب. ما تسيبوش غير لما يجاوب. ما تسأله انتي. الله انت الله. ما تسأليهوش ليه بنفسك وتشوف ان كان هيرد عليك ولا مش هيرد عليكي. انتوا هترجعوا تتخانقوا تاني. يا حضرات عمر بيعاني من مشكلة كبيرة جدا ولازم تهدوا عشان نعرف نحلها. طب يا طبيب بقى لو سمحت اعمل انت بقى حاجة عشان خاطر اختك واخوك، بدل ما انت سايبنا عمالين نقطع في بعض كده. احنا نجيب لك الولد لحد عندك هنا وانت بقى اللي تفهمه. ما ينفعش، انتوا الاتنين لازم تقعدوا معاه وتفهموه. الولد بيعاني من صدمة نفسية بعد ما رشا سابته ومشيت وطلعت لابوها واشتكت. ولو انتوا عرضتوه على دكتور نفساني هتزودوا احساسه بالمشكلة وهيفهم انه مريض، وبالشكل ده لا يمكن هيتعالج. دكتور حسن، طب ايه رأي حضرتك لو جيت لنا البيت وقعدت تدردش مع عمر بعيدا عن العيادة؟ مش هينفع، عمر ذكي جدا وهيفهم انها زيارة طبيب مش قعدة صحوبية. مش فاهم انا الواد عمر ده بيحب على ايه؟ كان شاف الكبار فلحوا لما حبوا. انتوا ليه طلعتوا اشرف من الاوضة؟ عشان عايزين نتكلم معاك لوحدينا. بس انا عايزة انام. نام بعد ما نخلص احنا كلام يا حبيبي. طب اتفضلوا اتكلموا. بس بس يلا خلص اتكلم عشان نخلص. هو لازم انا اللي ابتدي الكلام كل مره؟ هو الموضوع صعب للدرجه دي؟
بص حبيبي، انت ابني حبيبي طبعا، انا مامتك وحاسه بيك، بس عايزه اقولك على حاجه مهمه واحده بس. يعني مش عشان انت معجب برشا لازم هي كمان تعجب بيك. انا مش معجب برشا. الحمد لله. انا بحبها. طيب يا حبيبي، ما هو انا عايز اقولك يعني ان مش شرط انت لما تحب حد يكون الحد ده بيحبك. هو انت يا بابا قبل كده حبيت حد ما كانش بيحبك؟ يا ما كتير حصل يا ابني، يعني عايز اقول انه بيحصل عادة، يعني بيحصل. عشان كده انا عايز الفت نظرك واقولك انه مش شرط انت لما تكون بتحب حد مع الوقت يكون هو كمان يعني بيحبك وبيحمل لك نفس المشاعر. يعني رشا بتحب حد تاني؟ مش شرط، مش شرط عشان هي ما بتحبكش يبقى بتحب حد تاني. انا عايز اقول حبيبي يعني انت ان شاء الله مع الايام كده هتقابل الانسانة اللي هي تحبك. طيب يعني عايز اقول ان ممكن مع الايام يا حبيبي ان شاء الله في قابل الايام ممكن انت ان شاء الله تقابل الانسانة اللي هي تناسب سنك. ايه في ايه؟ عطشانة قومي اشربي. عمر انت لازم تركز في مذاكرتك. ومين قالك ان انا ما بركزش في المذاكرة؟ قصدي اقولك شيل حكاية الحب دي من دماغك خالص. ايه مين في ايه؟ عطشان هقوم اشرب. طبعا منعتني اني ازعق للولد عشان تبان قدامه ان انت الاب الحنين وانا الام الشريرة. هو مش محتاج حد يفهمه، هو فاهم كل حاجة من نفسه. وحضرتك طبعا مبسوط. سنين طويلة يا دكتورة وأنا بحاول أفهمك إن ولادك ما بيجوش بزعيق. هما اللي بيجوا بإيه؟ بالاحترام المتبادل. أنا عودت أولادي على كده، بالمناقشة والتفاهم والإقناع، مش بالخناق والشخط والزعيق. إيه يا جماعة؟ في إيه؟ بتزعقوا ليه؟ إيه يا حاج بس اللي أقومك من سريرك يا حاج؟ غريبة، ما انا بقالي كام يوم نايم على السرير وانت عمال تحايل عليا تقول لي سيب السرير وقوم. يا عمي هو ما كانش عاوز حضرتك تيجي دلوقتي عشان ما يطلعش قدامك غلطان. انا مش غلطان، انا على فكره ما بسمحش لاي مخلوق يتدخل في اسلوب تربيتي لاولادي. ما هو اسلوب تربيتك لاولادك ده خلى اشرف يتسبب في سرقه البيت وبعد كده يطلع عند واحده في سن مامته. مامت مين يا اختي؟ لو انت من سن ناديه. مش هي دي المشكلة يا كمال، أنا دلوقتي في السرقة اللي حصلت. السرقة؟ كان في إيدي والشنطة كانت على كتفه. وعمر، عمر بيحب لي بنت الجيران، وكل ده بفضل أسلوبك يا دكتور. يعني ما جبتيش سيرة أمل، ولا عشان ما أنتوا اليومين دول متصاحبين وخدتك من إيدك ودخلتك المدرسة؟ أنا رحت المدرسة عشان أذاكر لولادي. عشان تذاكر لولادك؟ ولا علشان يذكر لك شوكت بيه؟ شوكت راجل عنده ذوق واحساس. ايوه، وبيقول نكت بايخه ودمها تقيل، راجل نكتاجي بتقف في حوش المدرسه كده ولا كانكم في مسرح منوعات. يا جماعه صوتكم عالي ولاد يسمعوكوا في الاوض جوه. هو انتوا جايين تحلوا مشكله عمر ولا جايين توجدوا مشكله جديده؟ وهي لاني وراها غير المشاكل الجديده. أنا كنت متصور إني خلصت من مشاكلها من بعد ما اتطلقنا، لقيت نفسي غرقان على طول في مشاكلها. إيه كمال؟ معقولة؟ معقولة غلطة واحدة أغلطها أفضل أدفع تمنها طول عمري؟ قصدك تقول إن جوازك مني كان غلطة؟ أكبر غلطة في حياتي. أنا تأكدت إن في ملعوب كبير ورا مسألة العفاريت دي، وإن حكاية العفاريت دي مجرد وهم كبير. وتأكدت إزاي إنها وهم يا أستاذ مخلص؟ أنا قعدت مع عطوة بيه وفهمت منه. يعني أبويا قال لك؟ هو قال لي مين بالظبط إن إحنا خدنا الحصة في برج العفاريت وما طلعناش عفاريت؟ شوف يا فرغلي، أبوك قال الدنيا كلها، ما خلاش حد ما قالوش، كان ناقص يذاعها في أحداث 24 ساعة. طب وحضرتك هتعرف مين بالظبط اللي عمل الملعوب ده؟ اذا كان الدنيا كلها عرفته. انت يا ايمن تعبني بالاسلاك الشيكه اللي انت عطتها لي والله. بس انت عندك حق، فعلا نعرفه منين؟ هي مهمه صعبه ولكنها ليست مستحيله. ربنا معاك يا استاذ مخلص.
ربنا معانا كلنا. فعلا يا ولاد انتوا لازم تقفوا جنب استاذ مخلص وتثبتوا انكم رجاله. ما تحاوليش تتهربي يا رشا، لا انا محتاجكم كلكم والبنات قبل الولاد. ايوه يا استاذ مخلص، بس احنا مش عارفين هنعمل ايه. انا وضعت خطه محكمه ودقيقه وهنشترك كلنا في تنفيذها. خطه لقضاء العفاريت؟ لا، خطه لاثبات ان مفيش عفاريت. انت من الاحرار يا علي، نفذ انت الخطه واحنا معاك بقلوبنا. انتوا لو ما اشتركتوش معايا في تنفيذ الخطه يبقى ما تستاهلوش تتمتعوا بالنتائج المبهره اللي هتحققها الخطه. خلاص ادينا فرصه نفكر ونرد عليك السنه الجايه. يا ابني والسنه الجايه ليه؟ ما تخلينا كده براحتنا. احنا بنهرج ولا ايه؟ مفيش حاجه اسمها بعدين، لازم تفكروا وتردوا عليا دلوقتي. احنا فكرنا وقررنا، احنا موافقين يا ريس. انا كنت واثق انكم هتقولوا موافقين. لا يا استاذ مخلص، حضرتك فهمت غلط، احنا موافقين ما نتمتعش بالنتائج المبهره اللي هتحققها الخطه. ليه يا ابني؟ هو انتوا لسه شفتوا حاجه؟ قولها لنا، مش هتخسر ولو اني ما افتكرش هنوافق عليه. لا هتوافقوا برضاكم غصب عنكم، لازم توافقوا.